السلام عليكم شباب، معكم ديسنجر أبو جديد. في هذا الفيديو راح نتكلم معكم عن التحديث الجديد اللي راح ينزل في The Division اسمه Incursions، وراح يكون في تاريخ 12 أبريل 2016. طبعا راح نتكلم عنه بالتفصيل وراح نعطيكم كل المعلومات عنه وكل الأشياء اللي راح تحتاجها في هذا الفيديو، وما راح تحتاج تروح تدور فيديو ثاني وتشوف التفاصيل أكثر، فكل شيء في فيديو واحد، فخليكم معنا وإن شاء الله تستمتعون. الشيء الأول اللي حاب أتكلم فيه عن مهمة راح تنزل اسمها ضياع الصقر. طبعا ضياع الصقر راح تتكون من 4 لاعبين وراح يكون فيها مستويين. المستوى الأول هارد يكون تقريبا مشابه للشالنج مود، والمستوى الثاني راح يكون يسمونه الشالنج تقريبا، ما أدري بالضبط شنو يسمونه لأنه ما تكلموا عن المسمى. فالمستوى الثاني راح يكون أصعب من الشالنج مود اللي نلعبه حاليا. فبحسب الكلام اللي قالوا في البث المباشر ان لازم حق تفوز الهارد اللي هو المستوى الاول لازم تطلب دروع قويه جدا جدا، مستوى 31 حق تفوزها. ومو تعتمد بس على قوه الدروع، تعتمد على عملك مع اخويا، كيف تتفاهم معهم، كيف تساعدون، كيف تقتلون، كيف تدمجون. فهذه الاشياء كلها لازم تساعدك على الفوز. بس الاسلحه اذا عندك دروع لوحده قويه ما راح تفيد، لازم اخوياك بعد يكونوا قوية ولازم تكونوا متفاهمين. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني الهارد مود راح يكون اصعب بكثير، تطلب دروع جديده واسلحه جديده. طبعا هذه الاسلحه راح تحصلها من نفس الهارد مود اللي هو المستوى الاول، راح تنزل لك دروع خاصه. اذا جمع هذه الدروع الخاصه راح اتكلم عنها بعد شوي، تعطيك مميزات قويه راح تساعدك تخلص الشالنج مود في ضياع الصقر. تم اني تكلمت عن الدروع، فخليني اعطيكم معلومات كامله عن الدروع اللي راح تنزل. راح تنزل 4 أطقم جديده، طقم يتكون من 4 تقريبا، بس الدروع راح تكون 6. وإذا ما أدري إذا هل الأسلحة تابعة للدروع أو مو تابعة للدروع، بس إذا كذا دروع راح تحتاج 6 دروع حق تكمل الست أو الطقم كامل، وراح يشتغل معك الخاصيات. إذا ما تجمع الطقم ما راح يشتغل معك الخواص الموجودة فيه. وطبعا الخواص راح تكون مرة قوية وتفيدك في الشالنج مود في ضياع الصقر. فخلينا نتكلم معاكم بالضبط بالتفصيل عنهم. الطقم الأول اسمه سلطة الخبير التكتيكي، يعزز قدرات الدعم الإلكترونية. هذه واضحة جدا، واضحة خليك الإلكترونيات مرة قوي وممتاز. بالنسبة لي أنا أدور هذا الطقم لأن أفكر في سيت ممتاز إذا أسوي حق الإلكترونيات راح يكون مرة جبار. الشيء الثاني عندك أو الطقم الثاني اسمه عتاد المهاجم القتالي، يعزز القدرات الهجومية، يخلي الدي بي اس اللي حقك أقوى بس. والطقم الثالث راح يكون اسمه نداء الحارس، يعزز قدرات الرماية، أتوقع هذا حق السنايبر أو الماركسمان يسمونه. إذا أنت تلعب سنايبر وتحب هذه الأشياء فأتوقع هذا الطقم بيكون لك ممتاز. والأخير راح يكون طريق الرحالة، طقم طريق الرحالة يعزز قدرات الرحالة المنفردين، حق إذا تلعب سولو بلاي إذا ما عندك أحد أخوياك أو تبي تلعب لوحدك تجمع هذه الدروع وتلعب فيهم، راح يعطيك أشياء تخليك تعيش لوحدك، ما يحتاج تحتاج غيرك وأنت تلعب. فالحين خلصنا من الدروع، فخلينا نتكلم معكم كيف تقدر تحصل الدروع. الدروع تقدر تحصلها عن طريق انك تخلص ضياع الصقر كامل وراح يعطيك دروع، هذا شيء واحد. تقدر تحصلها من الدارك زون ومن الشالنج مود. هذا الشيء اللي قالوه في البث المباشر وسجلته عندي، ف طبعا سووهم بث مباشر وشرحوا فيه ضياع الصقر كامل بس مو بالتفصيل الممل، بس اعطوني معلومات عنه. فهذه المعلومات اللي حصلتها، يعني الطريق مو ما في طريقه واحده تقدر تحصل هذا الدروع، لازم تلعب اشياء مختلفه حق تجمع الست كامل ويكون عندك الطقم. فهذا شيء بالنسبه لي اشوفه مره ممتاز حق ما يكون في جلتش او فارمك تقعد تسوي هذه الاشياء وتطلع كل الدروع وتنتهي علينا اللعبه بسرعه. هذا الشيء بالنسبه لي اشوفه مره ايجابي. طبعا راح اعطيكم معلومه مهمه جدا جدا، خليها في بالك. اذا تخلص ضياع صقر المره الاولى في شخصيه راح يعطيك في نهايتها ريورد. اذا اخذت هذا الريورد وعدت بنفس الشخصيه ما راح تحصل في النهايه ريورد، راح تحصل ريورد من الوحوش بس في نهايتها ما راح تحصل شيء، فتضطر تلعب شخصيه ثانيه. فاذا لعبت شخصيه ثانيه خلصت المره الاولى راح يعطيك ريورد، واذا خلصت مره ثالثه بنفس الشخصيه الثانيه ما راح يعطيك ريورد. بالزبده يعني بالمختصر المفيد ان كل شخصيه لما تخلصها مره الاولى راح يعطيك في نهايه ريورد، واذا تعيدها ما راح يعطيك نفس الريورد، راح يعطيك اقل بس تاخذهم من الوحوش. اذا عندك 4 شخصيات راح تحصل ريورد اكثر في كل مره تخلص فيها، يعني 4 مرات 4 شخصيات هذه تضمن لك الدسم كامل موجود فيها. اذا عندك بس شخصيه واحده راح تقدر تعيدها مرتين وثلاث بس ما راح تحصل من كثر ما تحصل اذا عندك 4 شخصيات. انا بالنسبه لي اشوف شخصيتين مره كافي حاليا، وتاخذ وقت طويل بالنسبه لي حق ان اطور شخصيتين وخليهم قوي قويين من جد، و4 شخصيات احس مره من جد راح اضيع. ف
فراح اجمع دروع، اذا حسيت يوم من الايام اقدر اضيف شخصيه راح اضيف، بس اذا ما حسيت داعي راح افكر فيها. يعني شوف الوضع، اعطني رايك في الكومنت تحت كم شخصيه عندك، وهل راح اسوي شخصيات جديده او لا. والمعلومه اللي بعدها حاب اقول لكم اياها، ضياع الصقر راح تتكون من عده وحوش. اذا هزمت الوحش الاول وهزمت الوحش الثاني وتروح الوحش الثالث وتموت عنده، راح تضطر ان تعيد من بدايه المرحله. ما في شيك بوينت، ما في اي شيء، اذا تموت ان شاء الله عند الوحش الاخير راح ترجع البدايه. فمره لازم تكون حذر في هذا الشيء، ما في شيك بوينت، وناس كثير راح تنزعج منها بشكل كبير. فخلينا نشوف اذا نزلت هل من جد راح تكون صعبه او بس كلام فاضي. فتقريبا هذا كل شيء عندي عن ضياع الصقر، فخلينا ننتقل معاكم الى التبادل، او خاصيه جديده اسمها التبادل في التحديث الجديد 1.1. طبعا هذه الخاصيه شنو تسوي؟ انت تلعب مع اخوياك، تهزمون وحش يطيح لك درع، وخويك يطيح له درع او ما يطيح له. هذا الدرع اللي طاح لك انت ما تبيه، تقدر تعطيه اخوياك، بس في شرطين. الشرط الاول ان يكون معك في نفس المجموعه اللي طاح فيها السلاح، والشيء الثاني انه يكون في اقل من ساعتين. اذا تعدي ساعتين ما راح تقدر تعطيه الدرع، واذا كنت في مجموعه ثانيه ما راح تقدر تعطيه الدرع. وبالنسبه اذا كنت في الدارك زون، لازم تطلع على الشيك بوينت وتعطيه في الشيك بوينت، ما تقدر تعطيه داخل الدارك زون. هذا الشيء. وطبعا اي واحد في المجموعه اذا حاب تبدل يقدر ياخذ هذا السلاح، يعني كلهم يقدروا يشوفوا يوقفوا جنبه وياخذوه، او واحد يسرقه. طبعا اذا احد سرقه يقدر يرجع في الارض، بشرط انه ما يستخدمه، لان اذا استخدمه ما راح يقدر يعطيك الدرع. بالنسبه لي اشوف هذه الخاصيه مره ممتازه، تقدر تساعد اخوياك وتساعد نفسك في نفس الوقت، وتقدر تتطورون اسرع. لان اول اذا مثلا في الدارك زون خوي يحصل سلاح، لازم اخلي يطلع من مجموعه ويضربني واقتله واخذ السلاح ونرسله، يعني ربش كثير كثير ما لها داعي. فانا اشوف هذا التحديث او هذه الخاصيه بالضبط مره ممتازه، راح تساعد الجميع، واتوقع ان افضل شيء اشوفه سووه في هذا التحديث حاليا. وطبعا في التحديث الجديد راح يكون في مهمات جديده، بعضها اسبوعيه وبعضها يوميه. حلو، هذه حركه العتيبي. المهم، بعضها راح تكون قتاليه، وبعضها راح تكون في المنطقه السوداء، وبعضها في التصنيع، يعني تصنع وتخلص المهمه. بعضها تكون اسبوعيه بعضها يوميه بالضبط. اي واحده منهم اسبوعيه او اي واحده منهم يوميه ما ادري، فاذا نزل التحديث راح نعرف بالضبط. المهم، شنو تحصل من هذه المهمات؟ تقدر تحصل فينيكس كريدت، وتقدر تحصل ديفيجن تيك. انا مو متاكد كذا تقدر تحصل دروع واسلحه، فهذا الشيء مو متاكد 100%. اذا كنت تدري عطني رايك في الكومنت تحت، او اكتب لي في الكومنت. واذا ما كنت تدري راح نشوف ان شاء الله لما ينزل التحديث. بس 100% فينيكس كريدت، وراح نحصل ديفيجن تيك موجودين منهم. وبالنسبه للدارك زون راح يكون في اضافه جديده مره جباره، راح يسمونها سبلاي دروبز، او صناديق، ما ادري يسمونها بالعربي، سبلاي دروبز. خلينا على سبلاي دروبز، او صندوق راح ينزل من الجو عن طريق طائره. طبعا هذا الصندوق راح يحتوي على اسلحه جباره ودروع جباره، وبعض راح تكون من الست اللي كنا تكلمنا عنهم في البدايه، او الدروع الاطقم اللي تكلمت عنها في بدايه الفيديو، بعضهم راح تكون موجوده في هذا الصندوق. طبعا شنو سالفه هذا الصندوق؟ ينزل الصندوق في وحوش تقتلهم وتاخذ الصندوق. طبعا السيرفر كله اكيد راح يدري ان الصندوق نزل، وراح ينزل تقريبا خلال كل ساعه مره. فوقت اللي ينزل الصندوق اكيد راح يكون في ضرب. بس الشيء الزين، المعلومه زين اكيد هذه متاكد منها، اذا اخذت السلاح من الصندوق راح يكون السلاح حقك 100%. حتى لو قتلك احد، جاء خسر عليك روغ وسرق من يبي يسرق منك السلاح، ما راح يجي يسرق منك، بس من تاخذ الصندوق الموجود في الصندوق راح يكون حقك، وما راح يكون كونتامينيتد، يعني ما يحتاج ترسل عن طريق طائره او شيء. هذا اشياء لا، تفتح الصندوق تاخذ السلاح تستخدمه على طول، تطلع من البوابه دايركت. هذا شيء مره ممتاز. وطبعا في هذا التحديث راح يكون في شيء اسمه درجه العتاد، يعني مجموع الدروع اللي حقك راح يعطيك درجه معينه تقدر تشوفه في القائمه الرئيسيه. هذا شيء ممتاز حق تعرف قوتك، وين انت وين العالم الموجود حواليك، او بينك وبين اخوياك تقدر تقارن. وكل ما ارتفع درجه العتاد كان قوتك افضل. فطبعا في مهمات راح تكون عندك بدرجه عتاد معينه، مثلا 160 راح، او لازم تكون فوق 160، او لازم تكون فوق 180، راح تختلف. فخلينا ننزل التحديث ونشوف بالضبط كم درجه العتاد الموجوده عندي، وكم الاشياء المطلوبه. طبعا حق تلعب يسمونها هذه ضياع الصقر، لازم يكون عندك درجه عتاد معينه، هذه خليها في بالك. يعني اذا دروعك شوي ابو كلب ما راح تقدر تدخلها اساسا. وفي معلومه مهمه لازم تعرفها في التحديث الجديد، طبعا اذا تموت في الدارك زون حاليا تشوف جثتكم تميت، وتشوف اخوياك يهربون، ما تشوف اخوياك يهربون وعلى الله. بس في التحديث الجديد لا يا حبيبي، راح تشوف اخوياك وهم يتحركون، تقدر تساعدهم في الدارك زون اذا مثلا خاصه انهم روغ يجون يهربون وتساعدهم وتميت. يعني هذه اشياء حركات طيبه، هذا الشيء مره ممتاز، راح يغير اشياء كثيره في الدارك زون،
وحتى لما تصير روغ راح يغير أشياء كثيرة. أنا متحمس لهذا الشيء وخلينا نشوف إن شاء الله كيف ينزل وكيف راح يصير. طبعا مع التحديث الجديد راح تنزل دروع جديدة وأسلحة جديدة، بس دروع الهاي إند سوري أسلحة الهاي إند راح تنزل ثلاثة. راح ينزل واحد اسمه وورلورد، هذا راح تكون بدنقية رماية، والشيء الثاني راح يكون عندنا فالكوريا مسدس رشاش، والأخير راح يكون هيستوريان راح يكون عندنا بندقية رماية. يعني راح يكون عندنا شاتجن وسنايبر وأوتو رايفل، هذه الأشياء اللي راح تكون موجودة عندنا الهاي إند الجديدة، بس كيف تحصلها ما أدري. وتقريبا هذا شباب كل شيء اللي تكلمت عنه عن الإضافات الجديدة، بس الحين راح أتكلم معكم عن التغييرات الجديدة اللي راح تصير في الدارك زون. راح تصير تغييرات كثيرة حتى برا الدارك زون، بس الدارك زون المهم. أول شيء راح أتكلم عن الدارك زون، راح تكون في تغييرات مرة كثيرة وهذا أهمها. التغيير الأول، إذا تقتل وحش مستوى 30 راح يعطيك فينيكس كريديت أو رصيد فينيكس بالعربي يسمونه من 1 إلى 3. ليفل 30 يعطيك من 1 إلى 3، مستوى 31 يعطيك من 2 إلى 4، ومستوى 32 من 3 إلى 5. يعني إذا كنت مثلا أنت وخيوك تجلسون في الدارك زون منطقة رقم 6 وتقتلون وحوش راح تحصل على فينيكس كريديت بشكل أسرع. هذا شيء مرة ممتاز وراح يخلي الناس تحصل دروع اسرع واشياء اكثر، لان هذا الشيء انا ادور عليه. فينيكس كريديت عندي فيه شيء عقد معه، كل ما احصل يطير بسرعه من عندي، ما ادري ليش. هلا نشتري اشياء كثيره ما ادري. فالمهم هذا شيء مره ممتاز حق اذا جلست في الدارك زون اقدر اجمع فينيكس كريديت. من قبل شو تكلمت معكم شباب قلت لكم عن درجه العتاد، ما درجه العتاد، خلني اعطيكم شيء تفاصيل. فاذا عندك عناصر عاليه الجوده الذهبيه في مستوى 30 راح يكون درجه العتاد اللي حقها 163، وإذا كانت عناصر عالية عندك ذهبية مستوى 31 راح يكون درجة العتاد اللي حقها 182. ففي مناطق سوداء أو في المنطقة السوداء في مناطق لازم تكون درجة العتاد اللي عندك فوق 160 حتى تدخل هذه المناطق. هذا الشيء خليه في بالك، يعني المستوى 30 راح يكون درجة 163 ومستوى 31 راح يكون درجة 182، فهذا الشيء حطه في بالك. فخلي دروعك أغلبها 31 وراح تكون وضعك بالسليم. وطبعا في هذا التحديث فيه السلبيات والإيجابيات. بالنسبة لي في هذا الشيء اللي راح أعطيكم إياه الحين سلبية قوية، ما أبي أحطمكم بس راح أعطيكم شنو اللي صاير الحين. إذا أنت تبي تسوي شيء أزرق راح تحتاج حاليا 5 قطع أو أشياء 5 معينة، يمكن أوبن بارت، تكون 5 أوبن بارت حق تسوي سلاح أزرق. مع التحديث الجديد راح تصير 10 قطع، يعني من 5 إلى 10. وإذا تبي تسوي شيء ذهبي راح تحتاج 15 قطعة بدل 5. يعني معاي مركزين شوي، الأرقام شوي كبيرة. يعني إذا تسوي مثلا سلاح ذهبي ليفل 30 تحتاج 5 قطع، مع التحديث الجديد راح تحتاج 15 قطعة. وحق تسوي هاي اند ليفل 31 راح تحتاج 10 قطع بدل 8 قطع. يعني بالعربي التحديث الجاي راح يكون التصنيع فيه أصعب مو سهل مثل الأول. أنا ما أدري شنو الحكمة منها، بس راح نتعذب فيها شوي وخاصة في التصنيع. فتقريبا كده شباب وصلنا إلى نقطة إن كل الأشياء المهمة غطيناها، وأتمنى إن ما نسيت شيء أو شيء راح عن بالي، لأن فيه معلومات من جد مهمة كثيرة وايد. فهذه أهم الأشياء اللي أعطيتكم إياها والتحديثات والتغييرات اللي راح تصير في The Division وخاصة في الدارك زون وفي المهمات الجديدة راح تنزل. فإذا حاب تشوف التفاصيل أكثر راح أحط لك رابط في الديسكريبشن تحت، افتح الرابط يفتح لك موقع يوبيسوفت وتقرأ كل شيء التفاصيل موجودة بالعربي. فتقريبا كده وصلنا لهذا الفيديو. إذا أنت وصلت إلى هذه النقطة تعتبر أنت من الزاحفين. الصراحة إنسان جبار، بس ناقص شيء واحد، إنك تسوي لايك وشير. إذا تسوي لايك وشير أنت إنسان مبدع وخرافي وجبار وإنسان ما في زيك. فتقريبا كل شباب وصلنا هذا الفيديو، اتمنى عجبكم واستفدتم منه. اذا حابين تشوفون اشياء اكثر عن The Division لا تنسوا تسوي لايك فيها وسبسكرايب. اشوفكم على خير فيديو جاي، سلام عليكم.